في النهوض بالرياضة. الأهلي أبو نايف، خلينا نتكلم عن الأهلي بشكل سريع. الأهلي لا شك أنه الموسم هذا الموسم، يعني إذا نقول جدة غير الأهلي غير الموسم هذا حقيقة. فريق من الصعب هزيمته، لديه مدرب ذا حنكة عالية يستطيع قراءة مباريات. الأهلي لثمان مباريات تقريبا يكون مهزوم في بداية المباراة والشوط الأول، فيستطيع المدرب بقراءته أن يغير مجرى المباريات. أيضا الحظ أنا أعتقد أنه ساعد الأهلي كثيرا خصوصا في بعض المباريات، يعني وآخرة المباراة الأخيرة مع النصر أنا أعتقد أنه الحظ كان يعني، والحظ ما هو يعني الحظ لا ينتقص من الشخص. بس من أي ناحية تعالى يقول ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بس من أي ناحية ساهم الحظ في تقديم مستويات متميزة الأهلي؟ يعني تتكلم عن موسم كامل؟ لا، إذا أنا كنت أتكلم عن مباراة الأخيرة، أن تسجل 4 أهداف من ضربات ثابتة بينهم 2 ضربات جزاء، بغض النظر عن حقية تلك الضربات، لكن بالنهاية أنا أعتقد أنه هذا حظ، خصوصا انه تلعب مباريات المباراه، خصوصا انك تلعب انت في مباراه يستطيع الفريق المتصدر ان يسجل هدفين في اول 28 دقيقه. لكن سوء اداره مدرب النصر حقيقه وتسليمه المباراه للنادي الاهلي، ايضا ذكاء المدرب الأهلي وأيضا الحظ، وأيضا الأهلي فريق كبير يعني. نعم. الأهلي هذا الموسم أهم شيء إنه لا يقلل من حقية الأهلي. لا، في أحيانا بعض التفسيرات أنا عشان أوضحها، بس إحنا نتكلم كأناس ناضجين. صحيح. يعني لا يقلل، يعني الإنسان يحتاج إلى الحظ عادة يا أخي، حتى اللي شوت ضربة الجزاء إذا ما امتلك الحظ إنه الحارس مثلا يذهب لجهة وهو يخالفه بالجهة، ولا كثير من ضربات الجزاء تأتي يعني تستغرب تقول انه لو انا موجود في بطولات حظا وارمني في البحر.